National Geographic Channel presents A Planet in Motion. تمكن أطباء بيطريون في الهند من نزع إناء حديدي عن رأس فهد بعدما ظل عالقا فيه 12 ساعة. وعلق رأس الفهد المعروف باسم تشيتا بينما كان يحاول الشرب من إناء، ولم يجرؤ أحد من سكان القرية التي كان يتجول فيها الفهد ورأسه حبيس الإناء من الاقتراب منه ومساعدته. وتشيتا هو أسرع حيوان على وجه الأرض، وتقدر سرعته بنحو 120 كيلومترا في الساعة، وتتمتع أطرافه بليونة فائقة ما يمكنه من اصطياد فريسته بسهولة.